بيكو الجديدة بتكنولوجيا وتصميم متجدد. بيكو مستوحى من الجيل الذكي. معنا في العدد الثالث من حصتكم الجديدة في هذا رمضان بين شطارتك. كل عادة زوج مشاركين عندهم 2000 دينار باش يقضيوا في السوبر مارشي تاع أرديس ويحضروا لنا أطباق. معنا اليوم منى العواج والياس بن باكير. بعد ما يطيبوا لونتخي لو بلا برينسيبال والديسير، الشيف حكيم هو اللي راح يدوق الأطباق ويقول لنا شكون اللي فاز. معكم منى العواد مقدمة برنامج لمة رمضان. اليوم راح نطيب لكم واحد الطبق شحال بنين. فعلى بالكم شكون المنافس تاعي؟ الياس القسنطيني. حنغلبو، يلا معايا. معكم الياس بن باكير فنان. اليوم راني معروض الحصة بين شطارتك. اليوم نوري لكم شطارتي، تحقروني انايا. تبعوا شوف. ما حقرناكش يا سي الياس، بصح منى هي اللي قالت بلي راح تربح. احنا عطينا لك انا فانتاج وخلينا لك تجيب مساعد خاص خير ليك يعاونك ويعطيك نصائح. بيكو ها هاي قائمة الشريان تاع الياس، وهذا وشرت منى. كملتوا القضيان؟ اما لا دركا بينوا لنا شطرتكم. مرحبا بكم، انا ولينا مع دو كونديدا جدد معنا. الياس مرحبا بك. الله يسلمك خويا ونشكرك على هذه العرضه هذه. الله يسلمك. منى مرحبا بك مدام. بك وهلا شيخ. لاباس؟ الحمد لله. اليوم راح يتبعونا الياس ومنى، راح نخرجوهم من الميتي تاعهم الغناء والتقديم اللي راهم معنا نجوم اثنين ما شاء الله. راح نشوفوا لمستهم في الطبخ. يا درا زعما نديها الشيف ان شاء الله. اي ناس يا وقيله باللي لي مير كويزينيي سي دي زوم. ايوا كيف هندير؟ لازم تخدموا باش نشوفوا خدمتكم. ان شاء الله ان شاء الله. ها عندكم ساعه وربع. انا الحاجه مليحه كي لقيتوني مع اختي منى. دونك بربي ان شاء الله نجوزوا حصه مليحه ان شاء الله ونالوا اعجاب الجمهور. اللي يربح فينا راهو زياده فينا وخلاص. حاجه مليحه تلاقيتو. بالك تقول لي راك تقول لي هكا نخليك تربح ولا دوكا راك خصمي هكذا شاف. يعني رانا نشوفوا منافسه. منافسه شريفه. وانا اللي راني فرحان اللي راني معاكم. ولا غير كيما انا بيك تاني. الله يسلمك. نعاودوا نولوا شويه للموضوع تاعنا. عندكم ساعه وربع. تخي بيان. يا اخي. اوكي. عندكم اون اونتخي. ايه بلا دي ريزيستونس اي ان ديسا ما ديباسيوش ساعه وربع. ساعه وربع ا بارتير توكا من دوك. دونك قلتلكم باش تبدا ساعه وربع عليك. انا ساعتين وربع علي. ساعه وربع تاعك وحده وساعه وربع تاعها وحده. يا شيف ما تريشيش، ما تنحازلوش، دنا منا شويه. دنا منا راك راتلي بزاف. دونك نبداو. نبداو راكو واجدين. تخي بيان على بركه الله. بصح ماكش مسلكها ولا قدامي برك زعما هاك زعما دير روحك هكا. هاي قول الحق الحق. كلبي راه قلت لك. انا خاسر خاسر، المهم مشاركة. واش رايكم ديروا لنا ان دويل تاع تختوخة؟ تختوخة بساكرة. تختوخة بساكرة. علاه ما درتيش تختوخة تاع قسنطينة؟ شي با كونستانتينوازا. توجور نمسحوا كي ندبوا الحاجة. با 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 با. نظافة أولا. يا الياس راهو بدا يتفنن. صح مع الاخر الياس ماشي دوكا. بسم الله. لا لا انا قريت في واحد الكتاب قالك ديما تبدا افيك لو كوا باش تبدا بالديسير في الماكله ماشي في الطياب. لا طومات غسلناها بيان سو. كي تشوفوني هكا نجبد سافو ديغ مقا مغسولين. هذا بحال البيك. سي بون سي بون ياس سي بون. بزاف معمر. اصبري خليه معمر كيما قلبي. صح الياس اختي الحاجه كي تجي البنينه يقول لك ناس زمان قلل لا ودلل لا ما تعمرش. مازال دوك راح ندير واحد العفسه دوك تشوف افوار كيما قال لك عادل امام.
دونك دوكا بيسك حطيت لا سالاد فريجيدير شويه تبرد تهنيت من لا صوص وجدتها والملح. عندي لكم ديسير هو اللي يسر صح هادو حلبي هادو بان قليهم لازم شويه زيت شفتو هكذا البسكوت هكذا شفتوه نديرو شويه زيت فوالا فتتو هكذا مليح وتوجور انا نحب كي نكون في الكوزينه لي طورشون قدامي مهم جدا حافظوا هكذا عليه واش جيت ديت الياس موس صغير واش ديري به هاكي ها صح مو تي دوموند لا بيرميسيون الياس بيرميسيون راح الحال ما تعرفيني ما نعرفك قالك ما تعرفيني ما نعرفك ها طوندو هادو يطيبو الان نعمل بسكوت هكذا هكذا شويه ما نرحيش كاع شويه الطبقه الاولى الفراوله بعد ما شللتها نقسمها ومتيدي هكا والثانيه كذلك هكذا رمي ولا فات تاعنا فوالا دمي بنان الموز مليح فيه المغنيزيوم انا نحبو بزاف بيان كو يزيد في الميزان ولكن مهم جدا صح ماشي في اللي يهضر صح في اللي ديما قلتو بنينه ليا سوا ولا راك دير لي هكذا انا نشرح نفهم اسمع انت تكسبليكي شغل علي في القناه هذيك تاع صحتي وهذيك دي كونسونترين انت لي كاع مي بصح حنا لي زالجيريان كي كونسومي وتوجور نراعيو الفوائد كيما جداتنا ويماتنا لا لا اه وي صح سي سا نو مي يعني كاع نخم كون غير في لو فولي هذا في لو فولي هذا تراعي شويه في التلفازه بمعنى تولي ديري ان فولي تاع لا كويزين باسكو راني نشوفك راكي متمكنه ومثقفه بزاف في الحوايج لا كويزين في بيتي انا اعلاميه قبل كل شيء اه وي المازهر ما فت بالي ميسيون تاعي الياس اون اتوندون قول تقلاو حنا فيون داشي والاسكالوب انا راني مش مداير عليها باسكو راهي مني هكذا مي واش تحب نسى نسى سي سا ياس صافا شكت عليا يرحم باباك جامي صلحت حاجه كيما هكذا شب صح ريحه هايله ولا ميتو تاعك مليحه تاع الياس جري شويه راك ثقيل سي بون حطو آه. نزيد شويه من بعد حطو في الفريجيدير حطو في الماء يبرد لك شويه وعاود حطو في الفريغو تاعك سي بون غيبدا في ريزيستونس راح ديرو دركا هيا جري فيه صافا منى راك تشوف ريحه شاف مليحه ريحة دوك نشوفها شوف خليت اللحم زعما ما دارش شويه يعني ندير لها البصل دوكا خليت اللحم هكا يطلق كاع البنه بعد ما صارت تعطيني شي ديال سنشي يمشي ها ولحد ها ولحد شاف او يكريشي او يجي لهنا ويكوبي شاف ما بقى لكمش الوقت للتحواس ما تنساوش لازم يكونوا لي بلا كامل واجدين والكوزينه لازم تبقى نظيفه على خاطر الشيف حكيم يرد باله على كلش يلا ركزوا صايمه كي صايمه كي صايمه ها سي فري مزيه قلت لهم سون فيو كوم اون بليس نحطوا البولي تاعنا هنا في وسط حب ست حبات بيض مع المعدنوس دونك جيسبر كو الشيف حكيم يفرح بينا ها اون بروسيدي او ميلونج وكان يفرح بينا ان شاء الله حكيم الشيف حكيم تاعنا دي راجل في تونس وانا دي مرتي لتونس وهي فرات كل ولادي يلعبوا بين بعضهم وصاي ان شاء الله يعجبوا الحال حكيم زيدو الشيف تروا كويري دو فارين واحده بسم الله زوج ثلاثه دونك لا دوش باش تكملي لا فارين زيدوا لها ان بو دو فيل شيميك طوح كان شي طوح كان ها نعم ريحه ونخلطو باش تنحط وباش الفتاتي يابسوربي لا صوص باش كي يذوقها شاف حكيم يفرح بيا ويقول لي برافو دونك كاش فرشيطه الياس كاين 2500 الوحده مين انت فنان ماشي كوميرسون دونك توجور نقول لكم انه الغطيوه نحطوها بهذه الطريقه هكذا
جامي نقلبوها هكذاك، نحطوها هكا بطريقه نظيفه جدا. شوفوا لافارين مازال ما زيدوا لافارين. هلا دونك نسدو هكا. عملنا قرن حر مع النهايه. بس يس نعم راني نشوف فيك كروطات. راني فاريها في الجيلاتي. المنافسه تاعك راهي كملت. اسمع لافير قد ما تطول قد ما تجيب هنا. ياس جيب لها البيضه والوقت باش ديرها في الفور. داكور هات لي الفور. ما تقلقش. هات لي هذيك لو تخيك كلاسيت فور. اوكي. بون كيفاش يدير لافير هذي؟ بسم الله. يا ربي يكون معايا. صافا منى. تخي بيان. الله يبارك. شاف جات شويه ماويه. ها؟ باش نزيد لها. نزيدو شويه فارينة. أبو؟ ها؟ إيوا. بصح ما تنساش باللي كي تدخل للفوق إيه؟ البيض تاعك راح يلايمها. إيه. هنا ما تغرقش كي راهي. داكور. أوكي. بون ما بقالكمش وقت ها. تا كون نحطها فوق لاسيات هذي في الأخرى هذوك. وشنو؟ شوف. هذاك هو باش تديرها. إيه؟ ها. وتجي حاكمة روحها. تجي شادة روحها. أوفيسيال. اللي حاب ندير لها كاش عفسة. هي راهي كملت. ايه سبت لافا اللي درتها سي بون. واش بقى لك الياس؟ زيد شويه منا. ها؟ زيد شويه منا. هذا اللي ما لقيتهاش ديالو. بريك صح بزاف. بصح الا ولي الا درنا بريك ودرنا هذه لافاس ما يوليش طاجين جبن. ولي طاجين الياس. ها؟ لا لا منى هي ما بقالكش وقت. الياس ما بقالكش وقت. قلت لك يا الياس ولي للدار. قلت لي لا لا. قال ياس؟ ما تقدرش تجي توعد توري لي كيف نحطهم. أرواح أنا أخوك توجو نمسحو صحنا هكذا دائما ومن بعد نعملو له هكذا يعني بعد دي زاستيس. هذه تاع كيفية ترفدي البريكة وتدوريها توت سويت. إيه واعرة الياس عليه بالك هذيك الواعرة فرونشمون. هذيك هي الأخطاء الواعرة. شحال؟ دو مينوت. دو مينوت. أنا ما بانيكيش. أنا وقتك راني ثمانية راني نزلك شوية سي مينوت. أنا ما بانيكيش. تعاند فيا جو. شاف راهو يبروفوكي فيا وانا ساكته. شوف شوف ان بو دو كورنيشون هنا. ان بو دو كورنيشون هنا. ان بو دو كورنيشون ايسي. ان بو دو كورنيشون. دوك الطريقه 1 شوف خطه كيفاه 2 3 4 اعطيني هذوك الدوزان هذاك باه نشوفها شوف من بعد واش نديرو. اوب يا بابا هكذا. ها عطيني شاف انت كي تعمل باش تبازي اكثر على البنه ولا على لو ديكور؟ عطيني هذوك كي تجوجي ليجيان راهي منى ما شاء الله. هاي لاباس. ياس عطيني هذيك لافير هذيك اللي يحكموا بها ردوها كاري. هاي ليك هاي ليك هاي ليك. البريك هذه نعاودها ما عجبتنيش. ديكوباج ليغيم. ها طون دو كويسون الوقت. ايه صح. ما المقله ما دارتش بزاف. ريساج دو لاسيات اي لو غو ها سورتو لو غو ما بقاولكمش وقتها. اه يا اخي الياس خويا نعاود البريكا. الياس ما بقالكش وقت باش تعاود. هاي البروكا بريكا صايي كلش واجد. هاي اوكي اكتيفي هادي غير صدقها باسكو جات تقول شورت شي بريكا هادي. منى والياس كملوا الطياب ودركا الشيف حكيم يدوق كامل الاطباق ويعطينا رايو. يا ترى هذا اللي بنين البن رايب ولا حليب؟ هيا شيف حكيم قلنا دركا شكون اللي ربح اليوم بين منى والياس. قريب نسيت الصح المحل بي. ياس نعم منى نعم يعطيكم الصحة. شكرا. اسكو راكم راضيين واش هذا واش كنتوا حابين توروا لي وتوروا المشاهدين؟ ها منى انا حبيت كي عرضتوني شيف حكيم حبيت نوري حاجات بزاف نعرف نديرهم. نعم. ولكن حبيت نروج للطبق نتاعنا الجزائري الشعبي الاصيل اللي هو الشخشوخه بما انه البرنامج يبث على القنوات العرب سات يعني وين يشوفونا الاخوه اخواننا الجزائريه اللي ما ننساوهمش توزو نبقاو محافظين عليهم. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. شكرا. الياس نعم انا واش ذقت عجبني سيختو انا واحد نحب المحلبي في رمضان. والدليل الولو. زيد دوق اخويا زيد دوق شويه. هذا سي بون دوق زيد شويه. هذا هاي في خاطر الياسة. هذا انا الاول اللي دخلت لا ميثود هذه للجزائر اللي هي
الناس كاملين يشريوا البن با البن ثاني يتباع مليح ها دي فاد اون اتوندونس تطلع لا طونسيون هكذا واحد دي فوا كيشرب ديريكتوم ويعطيها بركدا نو هذا الي فريمون هيجينيك اي فريمون بيو باسكو واحد يشري ياغورت ناتور دير ستا يزيد لهم ان فيغ دو في الميكسور 5 مينوت عنده البن صح مولانا جاني البن حلو حنا نعرفوا البن بديت شكرتني مع الاول دوكا نقدر ندوق شاف معليش بيان سيغ دوك غير تحب تقول لي جاني انا انا نعرف بلي البن نشربو عادي ما جيناش حلو هذا بسكي الى الى حلو ها حلو حلو انا من هذه برك اللي حابين نسقسيك دار دار خليتوه بزاف كون شربتوه كفي كان فلون هذا شاف غلط باش ما يديركش حاجه دار السكر السكر دار السكر لي بون ها شغل فلون بصح البن حلو شاف هذا يا وطن الجيريا تاع ياس تاع الياس ترقبوا في اعداد القادمه اكتب هاك غير البن لا لك شو وحده اللي سكر درتي لي سكر اهضري لا غير يدي والله ما غشيت كنت حابه ندير الملح لا ما غشيتش تخي بون قبل ندوق شاف هاكي تفضلي مدام ماذا بيا الذوق ما بيناتكم انت ما صح الشخشوخه روحي تشوفي منا وانا نجي منا وندوق خير ها ندوق الشخشوخه تاعك شوف اون فا سو كريتيكي مي ارتستيكمون هذه اول خطره ديال مارف ناكلها انايا اليوم طيبتها برافو ما شاء الله انا نقول لك شيف حكيم ميرسي بوكو لكاع ليكيب هذه وتحيه لكل عائله مقبله على الشهر الفضيل صوموا في الصحه وكل عام حنا بالخير ان شاء الله شوفوا الريزلت تاعنا اسكو مونا اسكو الياس اللي كانوا في المستوى تاع لي بلاطا وحم انتم واش رايكم انا راي راح نقولوا وانا راي راح نقولوا انا مبروك على اختي مونا وصح مبروك على مونا ايه ديتي لي غير في البن واش تحبي وين وشنو هو الهديه باش ما من رابح اكو في زوج رابحين ميرسي ها انا اللي راهم رابحين معنا في زوج والرابحه تاعنا عندها سي جوغ في تونس مع شان المرادي مبروك عليك الجائزه اسبوع في تونس في اوتيل مرادي جربه 5 نجوم ياس حنا فانك ما نسيناكش ما تروحش بيديك فارغين انا لمرادي انا لمرادي دعوه خير عندك انا نقول لك حاجه واش ربحت انا ربحت فرقه من المخرج والاكيب يعطيكم الصحه برافو وتحيا بكم كل ارض تنزلنا بها هذا ما كان ربحت اون بون ايكيب وربحت ان تري بون سوفونير وليدي شاهين مصبحو يلعب مع وسيم وليدي يحفظهم دونك جيبوهم مروحه وسيم شاهين سي ان بون سوفونير يبقى في الحياه هذه هي ربحت معرفه الثاني شاف الله يسلمك صافي ان كون بليزير نقص معاكم شو ان ارتست الله يسلمك ميرسي هذه هي ميرسي شكرا خيزونتي صافي ان كون بليزير الله يسلمك ياس ما خلوش يديك يروحوا فارغينا ما تخافش ياس هذا كان كادو من سبونسور تاعنا بيكو الكتروميناجي ايوا باش تفرح به المدام ان شاء الله هكا ناشوار باش ترحي فيه اللوز للعيد لا بندير فيه البن ثاني شاهين ندير لهم هكذا هذه هي العائله الجزائريه وربي يحفظ كل انسان ان شاء الله ونقول لكم ان شاء الله حيت تلاقاو معنا بدو كونديدا ان شاء الله واحد اخرين باش في بين شطارتك في الكوزينه